السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا المتابعين الكرام، بعد ما كلوا طريحة في القرقرات، بعد ما كلوا طريحة في المنطقة العازلة، بعد ما حاولوا يستفزونا في العرجة، بعد ما حاولوا يستفزونا بجميع الطرق، قمة الإفلاس اللي وصلوا لها الآن نظام ديال شلح زي قهوة والعصابة ديالو، قال لك سيدي شنو داروا؟ مشاو جابوا مكبرات ديال الصوت وجاو انستالوهم يعني قراب من الحدود، وبداو كيستفزوا الجنود المغاربه بالسب والشتم والعبارات النابيه. فبعيدا عن صحه الخبر والصحيح او غير صحيح، انا لا استبعد ان يكون الخبر صحيح. علاش؟ لان هذا النظام العسكري الغبي والمغفل بين قوسين دائما ما يتحفنا بخرجاته الغبيه والكوميديه والاستهتار بالعقول والاستحمار يعني المتابعين ديالو في الداخل ديال الجزائر. فانا لا استبعد ان يكون خبر حقيقي، لانهم الان وصلوا لقمه الافلاس في مواجهتهم مع المغرب. حاولوا ان يستفزوا المغرب بجميع الطرق، في القرقارات، المنطقه العازله، في العرجه. عاد قال لك يا سيدي باغين لا حول، قال لك يا سيدي باغين يربطوا طريق او خط تجاري ما بين بحري ما بين الجزائر وموريتانيا، باش ينافسوا شنو؟ باش ينافسوا المغرب، باش ينافسوا القرقارات. هذا غادي نخصص لي واحد موضوع اخر وفيديو اخر باش نتحدث عليه بالتفاصيل، لانه واحد موضوع كوميدي اخر. راه قلت لكم كيديروا لينا خرجات ديال الكوميديين ديال الاغبياء، خرجات يعني ديال شي واحد مسطي في السبيطار ديال الحماق، هاد الشنقر الحزيقه هذا والعصابه ديالو. فكيف ما قلت لكم وصلوا لقمه الافلاس، ما قدروا ما يزيدوا امام المغرب. المغرب صد جميع المحاولات ولم ينجر الى الاستفزازات، رغم من كونها يعني كانت استفزازات كبيره وتمس بالشعب المغربي، ولكن لم ننجر. خليناهم يعني يديروا الشطحات ديالهم، ما ديناهاش فيهم، خليناهم يحماقوا كيف ما بغاو. الان قال لك يا سيدي جابوا مكبرات الصوت وبغاو يستفزوا الجنود المغاربه. والا كنتوا فعلا جيش، قربوا تشوفوا اش غادي يطرى لكم. والله ما غادي تسمعوا غير حقرونا المراركة، ستدوي في جميع أنحاء الجزائر. على كل المتابعين الكرام، إن شاء الله سوف أكون معكم في فيديو قادم، غادي نشرح لكم مدى السخف ومدى الكوميديا والغباء ديال هذا الخط البحري. قال لك يا سيدي ما بين الجزائر وموريتانيا، باش ينافسوا شنو؟ باش ينافسوا مع بعض القرقارات المغربي. واخا سيدي، غادي نجيب لكم صور بالأقمار الاصطناعية وكل شيء كما اعتدنا دائما في قناة أنس يوب. وإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.